بالنسبة للبيان اللي صدرنا احنا كنقابة المنظمة الديمقراطية للصيد البحري، أولا جاء نتيجة على الطريقة ديال السمسرة اللي كاينة في الميناء، سمسرة منتوج السردين القوارب الصيد السويلكات. بالنسبة لهذيك السمسرة كتدوز يعني في واحد الظروف عشوائية، ما كاينش مساطر قانونية اللي كتكون في بحال بيع المنتوج الآخر الأسماك العادية، حيث ان السردين ديال السويلكات ملي كيجي كتتم السمسره ديالو من طرف ناس اشخاص عاديين ما عندهم حتى شي علاقه بالمكتب الوطني للصيد، لان اصلا خاص هذيك العمليه تتم بطريقه قانونيه بحضور موظف ديال المكتب الوطني للصيد اللي هو دلال. وبالنسبه للتجار السمك يحطوا المبالغ ديالهم الماليه يحطوها في المكتب الوطني للصيد باش تم البيع والشراء بين البحار وبين التاجر بالواسطه ديال المكتب الوطني للصيد. هذاك الشيء كيدوز في ظروف يعني غير شرعيه وغير قانونيه، كتكون عندها سلبيات على المداخل ديال الدوله، الاقتطاعات ديال الدوله، كذلك الاقتطاعات ديال الجماعه. البحار كيضيع في الضمان الاجتماعي ديالو، كيضيع في التغطيه الصحيه ديالو، لان ما كاينه شفافيه في هذيك الطريقه ديال البيع، ما كايناش يعني حتى شي حاجه ما واضحاش، كل شيء كيدوز في ظروف غير عاديه. بالنسبه للمراكب ديال السويلكات ديال السردين، كاينين تجار ديال السمك باغيين يدخلوا للمنافسه، ولكن كيتعرضوا لواحد يعني واحد الطرد غير مباشر، لان واحد المجهز كتكون عنده مثلا فوق 10 ديال الفليك كيبغي يستغل هذاك المنتوج اللي كيجيبوا الفليك ديالهم، ما كيبغيش يخلي شي واحد يدخل يشري كمنافسين جداد باش يدوا هذاك المنتوج. وهذا الشيء علاش حنا اضطرينا باش نراسلوا الجهات المسؤوله على الصعيد المركزي ولا على الجهوي ولا على الاقليمي، وماشي غير النقابه ديال المنظمه الديمقراطيه للصيد بوحدها اللي راسلت هذه الجهات، راه كاينين خمسه ديال الاطر، كاين الاتحاد العام للشغل، كاين جمعيه تجار السمك السردين، كاين النقابه ديالنا ديال المنظمه، وكاين الشبكه المغربيه لحقوق الانسان والرقابه على الثروه وحمايه المال العام، كاين النقابه ديال المحليه ديال قوارب الصيد البحري هنا بسيدي يفني، يعني مجموعه من الناس بيتو. والمجلس الجماعي حتى هو في نفس السياق دار واحد المراسله للسيد العام الجهات المعنيه باش يدخلوا، لان كيضيعوا حتى هما في المداخل ديالهم والاقتطاعات ديالهم. هذا هو اللي جعلنا نراسلوا ونزلوا هذاك البيان، ما كنطالبوش بشي حاجه يعني جايه من السماء ولا شي، كنطالبوا بشي حاجه قانونيه، كنطالبوا بالسمسره تدوز في ظروف قانونيه بحضور موظف ديال المكتب الوطني للصيد، الاستخلاص يكون عن طريق المكتب الوطني للصيد. هذا الشيء هي الشيء اللي كاين في هذاك البيان، وهذاك الشيء باش كنطالبوا. العارضه تقدموا بها واحد المجموعه من البحاره كيقولوا بان احنا ما كنمثلوهمش، وحنا يعني ما وفعلا هو احنا هما عندهم الخيار اللي بغى يمثلهم ولا احنا، داك الشيء لا علاقه، لاننا احنا عندنا المنخرطين ديالنا، والمرسله تبارك الله راه عامره بالبحاره وعامره كلها والوجهه ديالو. حنا هذوك الناس داروا هذيك العارضه كيقولوا فيها بان ما كنمثلوهمش، داك الشيء شغلهم، داك الشيء كيعنيهم. ولكن بالنسبه لهذوك اللي داروا هذيك العارضه وكيقولوا بان ضد هذوك المطالب اللي طلبنا، هذيك راه مطالب مشروعه وقانونيه، يعني راه ما يمكنش غادي تجي انت دير واحد الحاجه هي قانونيه وتقول لا ما دارش، لان راه كاينين المنخرطين حتى حنا عندنا، كاينين البحاره ديالنا، وكاينين تجار السمك حتى هما راه معنا باغيين هذيك الدلاله تكون في ظروف ملائمه. بالنسبه لهذاك العارضه كيقولوا بان راه اسبوع على حساب الكوطة الفرضية ديال الأخطبوط، بأن احنا كنطالبوا بكوطة فرضية على أساس باش تكون كل مركب تكون عنده الكوطة ديالو فرضية. فعلا هذاك الشيء تقدمنا به تقريبا شي ثلاثة ديال السنين باش تقدمنا للكاتبة العامة ديال الوزارة بهذاك الطلب، ولكن هاد الناس اللي كيقولوا بأن احنا كنطالبوا بهم راه حتى هما راه موقعين معنا في هاد المراسلة، ها هي النقابة ديالهم وها هي الجمعية ديالهم والتعاونية وجميع الأطر والممثلين المستشارين ديال الغرفة حتى هما، هذا طلب ثلاث سنين باش صيفطناه للكاتبة العامة على أساس الكوطة الفردية، ها هما مسنين فيها وهما دابا كيقول لك بأن لا راه ما خاصهمش يطلبوا الكوطة. هذا الشيء راه حنا نسيناه صافي، ناقشنا هذا الشيء مع المهنيين وقالوا بأن ما خدام لهمش،
صافي ولغينا هذاك الشيء، وهما مسينين في هذه النقابات، هذه النقابه اللي كتقول بان هذا الشيء غير قانوني وحنا ما كنشاوروش البحريه، راه نتوما مسينين كجمعيه ومسينين كنقابه. هذا هي المراسله اللي داروا الاطر المهنيه على حساب السمساره ديال المنتوج، هما كل شيء موقعين واللوغوات ديالهم وكل شيء، يعني كل شيء حنا كنمشيو بمساطر قانونيه وفي اطار القانون، ما كاين حتى شي حاجه اللي كنجيبوها من عندنا ولا شي حاجه، وكنستشروا مع المنخرطين ديالنا ومع المكتب وكنخرجوا بسبيتو بنتيجه، وكنتصلوا بالادارات المعنيه اللي مخصصه في هذا الشيء. بالنسبه لتحسين مردوديه الميناء، خاص الاداره الوصيه ديال مندوبيه الصيد البحري، ولا الاداره ديال المكتب الوطني للصيد، ولا اللايم بي، يعني جميع الادارات اللي كاينه في الميناء خاصها تقوم بالواجب ديالها على في احسن الاحوال، وخاصها تقوم يعني تطبيق القانون، خاص ضروري من تطبيق القانون باش يعني يكون مردوديه مزيانه وتستافد الدوله من المقاطع الاقتطاعات ديالها، ويستافد البحري من الضمان الاجتماعي ديالو، والبحري يخدم في ظروف يعني ملائمه اللي تشجعه وتزيد وتخلق له ظروف ملائمه للعمل ديالو. ويعني راه كاين واحد شويه ديال التحسن في الميناء، كاين شويه ديال التحسن مؤخرا، وذلك طبعا يعني المجهودات اللي كيقوموا بها الاخوان النقابيين ديالنا والاطر الاخرى اللي كتدافع على البحري في اطار القانون. ونتمنوا ان شاء الله باش يعني يزيد هذا الشيء لقدام، لان راه كما كتعرفوا بان الميناء هو العمود الفقري ديال الاقتصاد ديال المنطقه، يعني الا ما كانش واحد النظام وكان واحد يعني التدقيق في العمل، وتكون يعني واحد الصرامه كذلك في تطبيق القانون، لان يعني كاينه خروقات على المستوى لا المهني ولا المستوى يعني الاداري، خاص يعني داك الشيء علاش حنا طالبنا بايفاد لجنه تكون مركزيه، لان كاينه هناك خروقات اداريه وكاينه خروقات مهنيه، لان كاين بعض المراكب اللي كتخدم يعني كتستعمل وسائل ديال الصيد غير قانونيه ومحرمه لا وطنيا ولا دوليا. وكنتمنوا ان شاء الله دوز يعني دوز الامور بخير وعلى خير.